حادثة انتحار أم أحد الأمراء بعدما علمت بإعدام ابنها الأمير الطفل. هذا ما سنتحدث عنه أعزائي في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل طبعاً ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. بعد أن توفي السلطان سليم الثاني، أحكمت نوربان قبضتها على كل مقاليد الأمور وأخفت وفاة السلطان إلى حين قدوم ابنها مراد. وصل هذا الأخير من سنجقه ليجد أمه قد هيأت له كل الأمور، وقد وصف ستيفان غيرلاخ صعود مراد الثالث إلى العرش كما يلي: من بين جميع نساء الأب لم يبق في القصر سوى واحدة فقط، هي نوربان طبعا. تم إرسال الباقيات إلى القصر القديم وتم خنق جميع إخوته الأصغر أمام أعين مراد بتأثير من والدته. كان أكبر إخوته يبلغ من العمر 8 سنوات، وعندما علمت والدة أحد هؤلاء الأمراء بوفاة ابنها انتحرت، حيث طعنت نفسها حتى الموت. هكذا أعزائي وصف غيرلاخ صعود مراد الثالث إلى العرش. قتل إخوته الخمسة في الوقت الذي لم يتجاوز أكبرهم 8 سنوات. كان أبوه سليم قد أسماهم على أسماء إخوته، حيث نجد أن أسماءهم كانت جيهانكير ومحمد ومصطفى وأيضا سليمان. أنجبهم سليم الثاني وفرح بقدومهم ليقتلهم بعد ذلك ابنه مراد الثالث، وهذه هي طبعا سنة السلاطين العثمانيين. لم تتحمل والدة أحد الأمراء وفاة ابنها فانتحرت وطعنت نفسها حتى الموت. حادثة محزنة جدا حقا. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.